اول تعليق ليا على التوقيف ديالي صراحه حنا كنا كننتظروا بحال هاد الامور. الدوله راه كانت نهجت معنا جميع الطرق وجميع الوسائل باش تكسر النضالات ديالنا، وكنظن هاد الورقه واش الاخيره ولا ما قبل الاخيره هي التوقيفات. بالنسبه لنا يعني كنا كننتظروا وهي توقيفات غير مشروعه، حنايا كنطالبوا بالحق ديالنا، دايرين اضراب كنطالبوا بالحق ديالنا، والاضراب كيكفلوا لنا الدستور خلال الندوه كيف ما كتشوفوا دابا توصلت بالتوقيف عن العمل. يعني ماذا نقول؟ اذا عمت هانت، اذا عمت هانت، وانا عندي الشرف انني يعني يجيني التوقيف بحال هكا، يعني ماشي نقول بغيت التوقيف، ولكن انا فاش دخلت هذه المعركه كنت عارفه ان شي حاجه غتجيني. انا ما كنطلبش شي حاجه ما كايناش، انا كنطلب حقي، كنطلب بحقي، وما كتمولني حتى شي جهه وما كتيسرني حتى شي جهه، انا كنسير راسي وانا كنطلب بحقي وبحق وباسمي وباسم جميع اساتذه مديريات اونفا، والحمد لله. ربي كبير، وحتى شي حاجه ما كتكون بالظلم، ربي ما كيبغيش الظلم. صحيح غنستمر في النضال ديالي، ما يمكنش غيجيني التوقيف غندخل نخدم، لا ما يمكنش، غنستمر في النضال ديالي ان شاء الله يا سيدي يا ربي. خاصنا نقلبوا على الحل، ماشي غنشوف في اتجاه ديال التهديد والتعسف والتوقيفات، وهذا التوقيفات حنا بالنسبه لنا شرف، خصوصا انها يعني بحال كنقولوا سبلات الناس اللي عطاتهم التوقيف، شكون هما؟ هما الاساتذه الموثقين اعضاء المجلس الوطني الذين يقودون هذه المعركه، نقودها من اجل حقنا وليس من اجل اشياء اخرى.